عين إنفوغرافيك، أول مجلة إنفوغرافيك في سوريا. لماذا الإنفوغرافيك؟ لإيصال الفكرة بشكل بسيط وسريع عن طريق الرموز والأرقام وبالمعلومات البسيطة. تقرؤون في العدد الأول: الوضع التعليمي في مدينة دير الزور، إحصائية البراميل المتفجرة، الاضطرابات النفسية والاجتماعية، المرأة في السجون، مواقع التعليم الإلكتروني، والعديد من المواد الأخرى التقنية والتعليمية. لاقتراحاتكم وآرائكم تواصلوا معنا عبر إيميل المجلة info.aim.syr@gmail.com وعن طريق الفيسبوك عين.infographic.